نحن الآن فعلا في دولة تحترم فعلا اللغة الأمازيغية فيما يتعلق بمجال العدالة على الخصوص. وأنا أعطيكم مزيان أن أحيانا الأمثلة الحية والواقعية تعطينا الصورة الحقيقية على دور اللغة. اللغة هي ماشي فقط للتواصل، اللغة هي جزء من الهوية ديال أي أمة وجزء من العقل المشكل لهذه الأمة ولهذه الدولة ولهذه الهوية. وبالتالي العقل هو وسيلة ديال التفكير، ينتج الفكر، وفي وسطه آليات لإنتاج هذا الفكر. وبالتالي أنا كان اللي بغي يشوف مثلا العروي في العقل العربي الجبري التكوين العقل العربي يعطي تحليل عميق للغة العربية، ولكن أن التحليل والنتائج يمكن أن نسقطها على دراسة أي عقل من العقول في الأمم على المستوى العالمي والكوني. وبالتالي ما دام العقل هو الذي ينتج الفكر، وما دام العقل هو الذي يحدد حتى وسائل الدفاع، فلا أظن بأنه يمكن يكون الدفاع في مجال العدالة ممكن ومتاح دون تمكن من اللغة الأم، ودون احترام اللغة الأم، اللغة الأصل. لا يمكن أن ننكر بأن المغرب على محتوى تطورات كبيرة على مستوى العاصمة الأمازيغية، ومع المقومات والأسس اللي تبنات عليها مجموعة من التغيرات واللي فيها مناضلين أفداد، ومعي إيد بالقسم حسن تذكر المرحوم تغيرني ملكي ونساء ورجال اللي أعطوا الكثير للحركة الأمازيغية. من بعد باش ما نرجعش للتاريخ بشكل كلكم كتعرفوا، ولا على الأقل حتى لا معرفناش التفاصيل ديالها، نعرفوا بأنه كان وفي التسعينات بالإضافة للحركة الأمازيغية كانت إشارة من قبل حسن الثاني الله يرحمه فيما يتعلق بالأمازيغية، وكان حدث كبير أنه يهتم بالأمازيغية في الخطابة ديالو، ويعتبر بأنه اللغة الأمازيغية والأمازيغية بأنه جزء أصيل. مع جلالة الملك محمد السادس غادي نلقاو وقف زاوية أخرى، وغادي نذكر هنا بخطاب أجدير كنا كنعرفوه، ولكن خصنا نعرفوا أيضا بأنه كان خطاب قوي وخطاب جري وفيه رد على كل المحافظين وعلى كل من يعتبر بأن هناك لغة مقدسة على حساب لغة أخرى، أو ثقافة مقدسة على، أو هناك لغة عالمة ولغة غير عالمة. ولازم نتذكر بأن كثير من المحافظين حتى مجرد اللغة يجادلون في كونها لغة ويهددون لهجة اللغة تنقيصا وتدريسا واستعلاء للغة أخرى، هذه اللغة الأخرى التي نعيز حضارة البدو في التعاطي مع القيام، في التقاطي مع الحب، في التقاطي مع المرأة، وفي التقاطي مع العنف أيضا. وإذا بغيتم ترجعوا لمدونة الأسرة وستجدون العنف اللغوي عندما يريد أن يمارس السلطة. الوضع النشاز ديالها كلها مرتبطة بالإيبي. إذن على أين؟ إذن في خطاب أجدير أن الرسالة الأساسية هو أن تحولت الأمازيغية من مجرد خط نضالي ومجرد مطالب أمازيغية صرفة لنخبة أمازيغية إلى مرتكز وإلى أساس وصلب مندور الحكم للهوية المركبة المغربية، واعتبر بأن الأمازيغية هي ذات جذور عميقة تمتد في تاريخ وطننا وفي تاريخ شعبنا وفي تاريخ أمتنا. عشرة غادي ننتقل للدستور 2011. الدستور 2011 كان أيضا تضمن قطعة إشكال من الإشكال مع التصور اللي ذكرنا عليه للغة الأمازيغية، واعتبر بأن اللغة الأمازيغية وانتم كتعرفوا جميعا أن اللغة الأمازيغية هي لغة بالإضافة للغة العربية هي لغة رسمية بالإضافة للغة العربية. شكون اللي مضاف الآخر، ولكن الدستور هو هذا. اللغة الأمازيغية مضافة إلى اللغة العربية، وبالتالي هي لغة مدسترة مع ما يتحدث على أن حقوق الإنسانية حقوق
حقوق الإنسان الكونية معترف بها الدستور ومن الاتفاقيات الدولية مقدمة على الشريعة الوطنية إلى غيره من المسلمات التي نعرفها نحن المحامين والمحاميات بشكل جيد. وبدأت العملية ديال إنتاج المؤسسات، وكنا كنتصوروا على أساس أن في هذا اليوم اللي احنا فيه كنا كنتمناو بأن الأمازيغية تكون لغة التقاضي وليست فقط مجرد فكرة ولا طموح، أن يعني تكون لغة التواصل معبر عنها سياسيا من طرف حكومات، سواء الحكومة التي كانت في السابق حكومة المحافظين أو في حكومة الليبراليين، وأن الليبرالي والمحافظ أحلاليا يتقاطعون في التذبذب والتردد بتفاوتات. من حقنا أننا نطرح هذا السؤال وغادي نقولوا علاش وفين كاين الخلل. جينا الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة أنه عبر عن ما نحن عليه اليوم، أنتج ما نحن عليه اليوم، أعطى تصورا سياسيا مناقضا لمضمون الدستور، ولم يكن الفرق الزمني بين دستور 2011 وبين 8 يناير أعتقد 2012 عند تأسيس الهيئة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة ما كانش وقت طويل 2011-2012. ومع ذلك أنه الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة لم يكن حسنا، بلت بأن الأمر تقوية قدرات التواصل مع المحيط مع المحاكم في الاستقبال، ولكن لم يتحدث عن لغة التقاضي ولم يتحدث عن اللغة الأمازيغية كلغة اللي بدونها لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة ولا يمكن الحديث عن حقوق الدفاع، ليست فقط المحاكمة العادلة بل حقوق الدفاع غير ممكنة ومستحيلة. ومن يعتقد بأن المحاكمة العادلة ممكن أن تكون ونحن نشوش على حقوق الدفاع ونقول سميتها شي مشكل، كانت من تكون بخير ولا خير هذه مدة ما شفتها أستاذة حرية فتح أنه كانت في أعتقد في محكمة من محاكم الجنوب وحضرت لواحد المتهم أمازيغي والقاضي لا يعرف اللغة الأمازيغية، وأنا قصدت نقول ماشي أمازيغي، قصدت لا يعرف اللغة الأمازيغية لأن كلنا في دمائنا أمازيغية. وهضر المتهم وهضر القاضي وطرفعت الجلسة وتكلمتي، أنا هضرت وتكلمت وما عرفتيني أش تنقول، وأنت تكلمتي وهضرتي ما عرفتيني أش تنقول، وغدا عند الله تحسب يوم القيامة. قال لي شد انا المحاسبه يوم القيامه، دابا نخرجوا من المداوله وجي ترجمي لنا في الجلسه القادمه. وكان الميت ديالها تعيين وعين الملف ديال الشخص المتهم عينه في نفس اليوم اللي كانت فيه الزميله وترجم عليه. هذه واحده من القصص، ما غتلقى المئات وغتلقى العشرات وغتلقاها في الصحه وغتلقاها عند الامن وغتلقاها في مختلف وعد محافظه لها تصور خاص للغة، تصور خاص للهوية، وبالتالي اللجنة كانت وفق واحد التشكيلة معينة اللي كان كيتحكم بجزءها وتفاصيلها فاعلين معروفين أصبحهم أنه تيكون محافظ، يلا خارجين من مفاهيم عتيقة وقديمة إلى مضامين جديدة، نقولوا بأنهم تيساويو بهذا المعنى مزيان. ولكن ملي كان قفز القانون التنظيمي تضمن مجموعه من الضمانات، تفعيل الطابعه الرسميه الامازيغيه عبر مراحل بلا ما نتذكر على المراحل، ذكر على اللغه الامازيغيه كلغه اللي كنتكلموا عليها بالشكل اللي كنتكلموا عليها كيفاش خصها تكون، وتنقولوا بان ما دام الامر كذلك كنمشي بسرعه مطمئنه، ولكن تنديروا بحال اسمحوا لي التعبير بحال داك الجري ديال المكيات ملي كيوقف كيتزعر كنكون غادي بسرعه وواحد هذاك الطق وكيسبقونا وحدين اخرين، وغنقولها بالدارجه احيانا كنسبقوا العصا على الغنم نبداو غيعرفوها، كنسبقوا العصا على الغنم تنشريو العصا وكنرجع هنايا للمجلس الوطني
للغات والثقافة المغربية. إذا كان هذا المجلس لو أنه كان فعلا خرج الوجود ومارس صلاحياته واختصاصاته، شنو هي النتيجة اللي غتكون الأساسية؟ هو أنه يراقب ويعاين مدى ملائمة القوانين، هل هي منسجمة مع الدستور، هل هي فعلا تحسن المتوقع. يمكن بدون مجلس مجلس بدون معهد بدون مجلس، ولكم واسع النظر في استنتاج حدود العطاءات ديالو والفعل ديالو الرمزية ديال وجود معهد ملكي بدون مجلس، بدون مجلس إداري. أعتقد بأنه المؤسسة الواحدة التي اللي في هذه الوضعية في المغرب اليوم. أعطوني شي مؤسسة اللي ما فيهاش المجلس. سؤال، لماذا؟ قد يقول قائل بأننا ننتظر المجلس الوطني للثقافة واللغة، المجلس الوطني للثقافة. أنا دابا غير في هذا، اللي نجي للمجلس الصحراوي نهضر أنا وياك. جرني دير لي استدراج، نضاقم. إذن المجلس الوطني للثقافة، الثقافات واللغة والثقافات، راه في التشكيلة ديالو يتكون من المعهد الملكي للثقافة المغربية. من بين المكونات ديالو مجموعة من المكونات ومجموعة من التعيينات ومجموعة من الخبرات، ومن بينها المعهد الملكي للثقافة المغربية. وكنتمناو يتم قبل ما يدار هذا يتم استدراك الوضعية ديال المعهد الملكي للثقافة المغربية باش يرجع كما كان عليه، وطبعا التي يقوم بجهود رغم ذلك. كبيرة الرئاسه النيابه العامه عرفت تغيرات كبيره، العداله بصفه عامه كاين واحد الديناميه على مستوى الخطاب، على مستوى التصورات، على مستوى ما يسمى بالتحديد والعصرنه، ولكن في نفس الوقت بقي الماضي ممتد. لا نخرق القطائع الضرورية والأساسية التي تعطي لنفسنا الحقوقي والدستوري المكانة والرمزية ديالو. أن أحياناً كيكون تمديد لبعض عناصر التخلف وبعض عناصر المحافظة المعيقة للتطور وللديمقراطة ولحقوق الإنسان بمفهومها كما هي. وهنا بغيت نجاوب، اسمح لي الممثل السي سيباستيان، وانا متفقش معه بانه المغاربة امازيغ وعرب يؤمنون بالديمقراطية ويؤمنون بحقوق الانسان كما كانت كما جاء بها الغرب في كثير من المساحات، ولكن يؤمنون بغرب الثورة الفرنسية، ويؤمنون بالغرب الذي يكره الظلم، وبالغرب الذي يدافع عن حقوق الانسانية للنساء، ويؤمنون بالغرب الذي لا ينحى إلى الحروب وإلى الإبادة، ويؤمنون بما في الغرب في يوم من الأيام. نحن نصغي ونستمع لغرب اليوم، لكن ما نراه اليوم ليس بفلسفة لا جورجاك روسو ولا بالزاك ولا فولتير ولا مبادئ الثورة الفرنسية. نحن اليوم نعيش غربا آخر، وعلينا أن نحتاط ونتوجس، وهذا من حقنا. وكل من يدعم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا نحن معاه، ونحن متمسكين بهذه الحقوق. أمر، وهناك نتلقاو عرب الأمازيغ، لا فيصل ولا فصل ولا برزخ بيننا، كل ما هو عميق ومشترك بيننا لا أحد يستطيع أن يشوش عليه إلى يوم الدين. وهذا هو المغاربة، وهذا هو أصلتهم، وهذا هو تاريخهم وجذورهم وعمقهم التاريخي. غادي نرجع للاسف قلت بانه احيانا ما كتكونش القطائع. غنرجع للماده اللي شارت ليها الاستاذه امينه، اللي فعلا تطرح السؤال. الماده تقدر 14، سمحوا لي مره 14 مارتين حطيت في نهايه حاضيه معايا من التنظيم القضائي، 14 من التنظيم القضائي تشير بأن اللغة العربية هي اللغة الأصل في التقاضي،
هي لغة الترافع، هي لغة الإجراءات، هي لغة الاستقبال، هي لغة التحري، هي لغة البحث، هي لغة التحقيق، هي لغة المحاكمة، هي الترافع. هذه هي المادة 14. وهذه المادة 14 اللي اش قلت انا بانه احيانا لا مساهم في بلورة القطاع الضرورية والأساسية التي تتبعها الآن. ستة عقود. المبرر مقبول عند ذاك الجيل لأننا يلا خارجين من الاستعمار سنوات قليلة، ما يمايز سنوات استقلال المغرب، وبالتالي وكان في التماسك والوحدة ديال المغرب. وما نساوش بأنه قادة الحركة الوطنية كلهم كانت عندهم هذه القومية العربية، والجيل اللي كان والتاريخ عنده خصوصيته. ولكن هذه 65 كثير من المياه جرت تحت الجسر، تحت الجسر، بل الطوفان جرى تحت الجسر. ونجيو في التنظيم القضائي وكيف توضع مصر وكأنه موضوع الأجل. تنسى الحركة الأمازيغية، تنسى الخطابات ديال السياسيين اليوم، تنسى. وكنجيو كنلقاو في الفصل في المادة 14 للأسف بأن اللغة التقليدية هي اللغة العربية. عندما يتحدثون عن اللغة الأمازيغية مثلا، الإجراءات المتخذة من الوزارة، بالله عليكم 200 عام و 300 عام نرى ديال العام غير عقد غير ديال سنة أستاذ، ياك سنة توقيت مشى ولا قرب يمشي. مهم العقدة سنة، أنا محامي كنتذكر بالعقدة الشغل، عقدة 200 وكاينة سنة. اللهم لك تخاطب السنة، أنا ما خاطرش في السنة لأن شتا قريتها هي في الصباحية الأولى، يقدر يكون التمديد ديال العقدة، ولكن ماشي هذا هو الموضوع. ملي كتجيب أعوان، مع احترامي للأعوان، وهذا مبرر مزيان، ولكن شنو كتبغي تقول لينا؟ وكأن هاد المغاربة الأمازيغ كأنهم أجانب، كي قال فتو، زوينة فتو، يلا سير وأشكي فتو ملي خطا يقول لي أشكيت تنمير زبالة طلع هبط. هذا ماشي تحقير لهذا الفعل، ولكن أنا بغيت يكون تعليم ديال اللغة القضائية في المعهد ديال القضاء، وأن هيئات المحامين ونقابة المحامين تهمل مسؤوليتها في تعليم اللغة الأمازيغية، ونخلقوا جيل ديال القضاة وديال المحامين الذين يستحضرون في ممارستهم المهنية هذا البعد اللي كنتكلموا عليه، اللغة اللي خصنا نأهلوها. راه ما كنأهلوش الأمهات، واللغة راه لغة أم، والأمهات الأمازيغية هما اللي عطاو اللغة الأمازيغية والآباء الأمازيغيين، وعاشوا بها قرون وداروا بها حضارة، بقاو يستعرسوا مع اللغة باش يدير جملة زوينة بحال هاديك. ما يجي فين يكونها تيكون دار صبر. لغة عميقة ما غتكون غير جاية من الصبر، لغة الأم بحال الشكل ديال العروبة، من العروبة ملي كيتذكروا باللغة العربية راه لا ميم شوز، وملي طرش فيها الأمازيغية غتعطيك شي حاجة بحال ديك يميكس يميك يكشفها، راه بشكل موزون واستراتيجية أمازيغية بالصورة ديال الصبر ديال الأمازيغ والتأني وبعد النظر. العربي دابا حسلخ دوز نعجة مشات هاكا، يعني تنقصر بعض أحيانا الصور تمثلات اللغوية كتكون تعبير على العمق الحضاري والثقافي للإنسان سواء كان أمازيغ ولا إنسان عربي. باش نطولش، العدالة محتاجة في المغرب اليوم، ما عندناش لغة ديال الثقافة، ما عندناش إنصاف وعدالة لغوية فيما يتعلق باللجوء للعدالة، ما عندنا واقع وإلى حقيقة، وداك التأجيلات راه غير مفيدة. الزمن السياسي زمن متسارع، الحضارات تتطور وتتسارع، وبالتالي من المؤلم أن نبقاو في الوضع الحالي. وكنخبر زميلاتي وزملائي من هذا المكان بأن هيئة المحامين الرباط في القريب العاجل غادي نشوفوا المسألة ديال تعليم اللغة الأمازيغية في هذا المكان إن شاء الله، وغنقوم بجميع الشراكات الممكنة من أجل الرقي بهيئتنا وبعدالة لسبب
بسيط هو أنه لا محاكمة عادلة، لا حقوق الإنسان، لا أمن مهني، اسمح لا أمن مهني، لا أمن قضائي بدون أمن وعدالة لغوية. ولكم جزيل الشكر.